السلام عليكم الخوت والخواتات اللي متبعينا في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الباترون ديال واحد الكسوة ديال العيالات اللي زايدين في الصدر، عندهم زيادة في الصدر ولا زيادة في الوزن كبيرة غليظة. انا كنت كنلقى هذا المشكل هذا لان الزوجة ديالي حتى هي كتوزن، تبارك الله حتى هي كتوزن، باش ما تقولوش الغليظات زعما راه كان عايركم. انا راه مرتي حتى هي، مراتي حتى هي سمينه تبارك الله، وكنت كنلقى معاها المشكل في الفصاله ديما ما كنجيب ليها داك الشيء. هو هذاك دابا غادي نوريكم كيفاش خديت عليها القياس باش نحط الباترون وغنصايب هاد الكورساج هذا ديال كبير. خديت لها الكتاف من العظم، خديت لها 45. خديت لها طول الظهر خديت لها 41. خديت لها في طول الصدر 44. خديت لها في دورة الصدر 140، ولكن خديتها بحال هكا، هي راه خديتها 140 ولكن خديتها هكذا مرتاحة شوية. إن شاء الله ملي غادي نكمل الكسوة راه غادي نصورها لكم لابسها إن شاء الله. هكا خديت ليها الصدر 140، وخديت لها الحزام 136. الطول الكلي معليش ملي غادي نوصلو لكمال هاد الكسوة راه غادي شوفو كيفاش خدمنا الطول وسميتو. وندوزو للباترون، القياس اللي غادي يكفيني في هاد الكباري باش خصني ندير الظهر، ندير القدام، ندير الصدر. المهم عندي باش غادي القياس الاول اللي غادي ناخذ، القياس ديال طول الصدر. طول الصدر انا درت واحد الخط هنايا، درت هاد الخط هذا وخليت من هنايا واحد المسافة ديال 20 سنتيم ولا 18 سنتيم وطويتها للداخل. هادي حتى لاخر غادي تسهل ليا الباترون ديالي. لما خديت هاد السطر، من هاد السطر هذا غادي ناخذ الطول ديال طول الصدر. طول الصدر عندي 44، غادي نزيد عليها جوج سنتيم د الخياطة، هي 46. سنتيم غادي تاخذ من الفوق وسنتيم غادي تاخذ من التحت. نديرها قبالتها ونسطرها. هذا الطول ديال وسط الصدر. عندي في الكتاف 45، غادي ندخل هنايا 22.5، نزيد نص سنتيم خياطة. كنزيدو سنتيم ولكن غنزيد غير نص سنتيم، راه كنلقى سنتيم ديالي كامل. نزل الحردة هنايا ندير 30 سنتيم. هاد القياس هذا
ما كانت تتعاملوش معاه بالقاعدة، إذا تعاملت معاه بالقاعدة كاع ما يخرج لك. هنا في الكتاف كننزل 4 سنتيم، هنا في العنق كندخل 9 سنتيم، وهنا كننزل 12.5. هذه الحردة، حردة العنق. هنا اختياري بالنسبة كيفاش بغيت دير العنق. غادي تكون عندنا بانسة هنا في الكتف فيها 3 سنتيم، غادي تكون عندنا بانسة هنا في الجنب فيها 4 سنتيم، وغادي تكون عندنا هنا بانسة لتحت فيها 3 سنتيم. عندنا في دورة الصدر كاملة 70، 140 متر، 140 مقسومة على جوج 70، و70 مقسومة على جوج 35. هادي 35 وسنتيم، خياطة هي 36، ها هي. هنا التركيز ديالنا دابا، حنا مازال ما دخلناش البانسات، التركيز ديالنا، هو هذا، ولكن ما خصناش ندوروه من هنا. الا دورناه من هنا تجينا مضيقه ما بين الكتاف، والصدر. هي كندخل من هنايا 5.5 سنتيم، وكنطراسي من هنا لهنا. هذا مازال ما غاديش ندير عليه. عندنا هنا في الحزام، عندنا 136 الدورة كاملة، 136، 68 هي على جوج 34 زائد سنتيم الخياطة هي 35. هذا الحزام. دابا غادي نزيدو البانسة، عندنا هنا 3 سنتيم ديال البانسة، غادي نزيدو هنا 3 سنتيم. عندنا هنا في الكتاف بانسة ديال 3 سنتيم، غادي نزيدو 3 سنتيم، وغادي نكملو، الخطوط ديالنا. هذا غادي نوليو نسطروه من هاد 5 سنتيم لهنايا. هنا راح نزدنا البانسة ديال الكتف اللي غادي تجي في النص ديال الكتف، 18، هادي مقسومة على جوج، يعني الكتف مقسوم على جوج، وكنديرو 1.5 سنتيم من هنا، و1.5 سنتيم من هنا، وكنزلو بها النص ديال، هاد النزلة ديال الصدر 14. هنا زدنا 3 سنتيم، هنا زدنا 3 سنتيم ديال الكرش. ندور التركيز ديالي، هنا في الوسط، وسط التركيز كندخل سنتيم او 1.5 سنتيم،
هنا في الجنب عندي بانسة كنهبط من هنا 4 سنتيم، وكنعبر 4 سنتيم ديال البانسة، هنا الكتف كنقسمه في النص، هادشي اللي عندي هنا كنديرو هنا، وهنا كنحيد البانسة 3 سنتيم، سنتيم ونص، سنتيم ونص. هنا كنزل شي 3 سنتيم ونص، كنطراسي البانسة ديالي من هنا. وهنا كنولي بواحد 4 سنتيم ولا 5 حتى 6، بقات لي هادي ديال الكتف ما طراسيتش. ساليت القدام، بقى ليا الظهر. دابا ان شاء الله غادي نخدمو الخلف ولا الظهر. هنا الصدر عندنا 44 في الطول، زدنا 2 سنتيم من الخياطة هي 46. دابا الخلف فيه 41 زائد 2 سنتيم هي 43، بيناتهم 3 سنتيم. هنا عبرت 43 وسطرتها، سطرتها كاملة. هنا نزلنا في الصدر 30، حتى هنا غادي ننزلو 30. حنا ما قديناهمش، عاد نقصنا داكشي اللي غيتنقص. حنا نقصنا ديريكت ودرنا 46 ونزلنا 30. عندي في عرض الصدر، دورة الصدر 140، الربع ديالها 35، وسنتيم الخياطة هي 36 اللي درنا في الأمام. عرض الحزام 136 مقسومة على 2، 68، الربع ديالها 34، وسنتيم خياطة 35. الظهر ما عندناش فيه لا بانسات لا والو. الكتاف 45، 22.5، 23. وغادي نجي من هنا وغادي ندخل 5 سنتيم ونص، وهنا الكتاف نزلنا 4 سنتيم،
نزلناها بعد السنتين، حردت العنق، دخلت السعود، نلاقي هذه ديال الكتف، غنلاقي هذه النقطة مع هذه 5 سنتيم ونص. هذه الخدمة هذه بالنسبة لي عندها الكتاف ضيقين، الكتاف الصغار، وعندها دورة الصدر كبيرة، تخلي 5 سنتيم ونص من هنا، والطراسي نيشة ما تجيهاش مضيقة ما بين الكتاف والصدر. وهنا ندور التركيز ديالي نيشان على هذا الخط، هذا ما غندخلش فيه، ما غندخلش عليه. هنا العنق، حردات العنق كنهبط 3 سنتيم، غادي نقطع هذا الظهر، هذا هانتوما هنايا راه الظهر صغير على القدام، راه طالع 3 سنتيم. لابار ديال الكتاف، هادي البانسا اللي غادي تدخل هنايا، وهنا هنا في الجنب اللي غتجمع هاد 4 سنتيم، راه غيجينا الظهر مع القدام هو هذاك. المهم غادي نقطعو هاد الكباري هذا، ولكن ما غاديش نكملوه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. هذا كنخليه مطوي وكنقطع وي ماشي. هاد الكورساج دابا ممكن هذا نخليه عندي هكا ونبقى نخدم عليه، ولكن انا ما غادي نكمل عليه القطيع، وانتوما يا كيفاش. المهم غادي نخرجو، غادي نقطع من هنايا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. غادي نحيد الفانسة، هنا باقي غادي نزيد سنتيم خياطة عند التفصيل، ملي غادي نبغي نفصل الدار خلاص غادي نخليه هكاك.
هذا يكون عندي الصدر، لأن باقي عندي غادي نهبط هنا واحد 13 سنتيم. هنا الحزام غادي يكون عندي، غادي يكون عندي هنا سنتيم خياطة، غتكون عندي 6 سنتيم، 6 سنتيم غندير فيها، غندير فيها بحال الحزام، يعني غنطلع غير 5 سنتيم من هنا. أنا طلعت 6، نقول طلعت 6، هادي نقطعها، هادي غتكون الحزام، داك الحزام اللي لتحت، هاد هذيك الزياده اللي خليت في داك الكارت خليتها على ود هذا القطيع هذا، حيت ما غاديش نخليه انا عندي جباري مثلا، نخدم به هكا، هكا غادي نخدم به. الفيديو الجاي ان شاء الله نفصلوه في التوب، وتشوفوا كيفاش غادي تطلع الكسوه ان شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا الشيء، ما تبخلوش علينا تعليق زوين، والسلام عليكم.